شكرا الموقع ديال عبير وكذلك صوت العدالة على الحضور ديالكم معنا، لأن اليوم من خلال المواقع الإلكترونية من هذا النوع كتعطينا واحد الالتفاتة واللي من خلالها يمكن كتوضعنا في الصورة. بالمناسبة كنشكركم على اللوحة الجميلة اللي عن طريق موقع أروكو اللي شفتوا اليوم أن الإخوان ديالنا في المجلس انبهروا من ديك اللوحة اللي كانت، وإن كانت المقولة كتقول المطرب والحي لا يطرب، هذه المطرب والحي يطرب، هذه مقولة اللي هي غلطة. اليوم قمنا بدورة استثنائية ديال مجموعة الجامعات الأطلس المحافظة على البيئة والغابات والموارد الموارد الطبيعية، واللي كتحتوي على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى كتتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة من أجل الحفاظ على نظافة الموقع ديال أكلما مزيزة والموقع ديال أروكو. كذلك الاتفاقية الثانية كتتعلق بإعادة التداول في الدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة من أجل إنجاز مجزرة جماعتية مشتركة. فيما يتعلق بالنقطة الأولى، كيف ما كتشوفوا أن الإقليم ديالنا كيزخر بمؤهلات سياحية مهمة، واليوم ولينا كنشوفوها كتخرج الحيز الوجود، لأن كاين جوج أنواع ديال المشاريع، ما كاينش ثلاثة، كاين مشاريع اللي هما ألون تيرم وكاين مشاريع أكور تيرم. المشاريع هاد المشاريع اللي كتشوفها اللون تيرم اللي غادي تضمن لنا الاستمراريه واللي غادي تضمن لنا المداخل الاقليم ديالنا، لان الاقليم ديالنا ما يمكن لنا نستمروا الا في السياحه. اليوم الاتفاقيه اللي فيها الموقع ديال اكلمام والموقع ديال اروكو وكل موقع كذلك ديال عيون مربيع، اللي كاينه الاتفاقيه في عيون مربيع فيها 156 مليون ديال الدرهم اللي غادي تخرج لحيز الوجود عما قريب، اللي غادي يكون داك الشيء اللي كتشوفوا في عيون مربيع مساله اللي دوك التشابولات هذه راه مساله يندل لها الجبين. يعني خص تكون الجراه عند الجميع باش يتجند باش نتمنوا داك الموقع، لان الموقع ديال عيون مربيع ما كيهمش الاقليم، ما كيهمش الاقليم، ولكن كيهمنا كمغاربه. إلا لاحظتوا أن عيون أم الربيع راه 80% ديال المداخل ديال المكتب الفوسفات كيستافدوا من أم الربيع. كذلك تقريبا كاين واحد العدد ديال السقي كيستافدوا من الجماعة ديال أم الربيع، ولهذا راه لافال يعني السفل كتستافد أكثر من لافال، أكثر من لامو. هذا هو اللي خلى لا مسؤوليين ترابيين محليين، لا منتخبين، لا جمعيات المجتمع المدني الفاعله، وحتى كذلك حتى المواقع الالكترونيه المحليه اللي كنشكروها من هذا الباب، لان هي اللي كتساهم التسويق ديال الاقليم. ولكن بغينا نشير لواحد النقطه، هذه الاتفاقيات وهذا العمل اللي كيدار لابد ان نشكروا المسؤول الترابي ديال الاقليم على المجهود الجبار اللي تيقوم فيه، لان اللي في يدينا حنا هو الشكر، لان هذا الشيء هاد المبالغ اللي ترصدات كون ما كانش ناضل من خلالها وقام مجهود جبار ما كانش غادي تخرج للوجود، لان هذا غير حلم كنا كنحلموه شحال هذه. اليوم الحمد لله بدات يتحقق. كاين ملاحظات داروها الاخوان، هما تيقول لك اودي مزيان هذا الشيء اللي دار، ولكن خصنا دي ستريكتور داكي في لافونير، ما فيها باس نشوفوا، غادي نديروا واحد مستقبلا واحد اليوم دراسي وغادي نستدعوا كاع المهتمين في الشان السياحي باش يداروا لنا دي ستريكتور داكي دي زيطول في المستوى، لان الانسان الا جا يزور الموقع، جا من الرباط ولا جا من الدار البيضاء، مشى لاروكو، مشى لاكلما، مشى لعيون مربيع، ضروري خصو فين يبات. ما غاديش تجي تقول لها ودي جيت لتما ورجع، هذه غير هذه الاتفاقيه خرجت حين الوجود. اليوم الاقليم من حقنا نفتخروا ان بدينا كنجنيو البوادر ديال الاقليم السياحي بامتياز. النقطه الثانيه اللي كتتعلق بانشاء مجزره جماعاتيه، حتى هي تقريبا المبلغ على ما اعتقد 43 مليون ديال الدرهم، لان الا شفتوا داخل الاقليم في الجماعات ما عندناش مجزرات بمواصفات مجزرات. اليوم غادي تخرج الحيز الوجود يتكمل ديك المجزره الجماعاتيه اللي في الحقيقه حنا كنا كمنتخبين تعطلنا، ولكن اليوم غادي تكون فيها مواصفات ديال السلامه الصحيه، لان اليوم مفروض علينا كممثلين شرعيين ديال الساكنه، كناطق رسمي بسميه الساكنه، اننا نكونوا عند حسن تطلعات ديال الساكنه ديالنا على ما اعتقد هذا الشيء اللي كاين. كذلك مجموعه الجماعات اللي كيف ما كتعرفوا الاطار اللي تاسست فيه هو واحد الاطار تضامني، على هذا الاساس ساهمنا
في الموقع ديال اروكو غادي نديروا واحد الصفقه ديال تقريبا 45 مليون 430 مليون عفوا الف ديال الدرهم ديال لي طرافو ديال الضو. كذلك غادي نتكلفوا بالنظافه ديال الموقعين بجوج. غادي تشرى واحد الكاميون بنتاسوز مع لي باك باش نحافظوا على الجماليه، لان اليوم ماشي لي طرافو مزيان لي طرافو يداروا، ولكن الصيانه هي اللي مهمه. وتنتمنوا هذا عمل حنا مازالين في الطور ديالنا الجنيني، مازالين تنشتغلوا ومن خلال الانتقادات ديالكم كنحاولوا نعالجوا الاخطاء ديالنا. وشكرا لكم جميعا.